النهاردة هناخد معجمي، معجمي للوحدة الثانية. احنا خدنا معجمي الوحدة الأولى، هناخد معجمي الوحدة الثانية. كل وحدة عليها درس معجمي، المرادف والضد والمفرد والجمع والتصريف. كلمات بتاعة الوحدة الثانية: أرجاء، مهيئة، شرعة، قدمة، ارتقب. لما نقول إن تجول الأطفال في أرجاء الحديقة، يعني إيه تسبيح أرجاء؟ أو نقول قام أبي بجولة حول أرجاء العالم. تسبيح يا توتة، تسبيح. يلا يا تسبيح قولي لي يعني إيه أرجاء؟ لما أقول تجول التسبيح في أرجاء المدرسة. أنحاء، اسمها إيه توتة؟ أنحاء. أرجاء يعني إيه؟ أنحاء. قولوا وأنتوا قافلين المايك، أرجاء أنحاء، أرجاء يعني أنحاء، أرجاء أنحاء. طيب، مهيئة، محمد فتح الله. لما نقول يا حمودي أن الحديقة مهيئة لاستقبال الأطفال، أو المدرسة مهيئة لاستقبال الطلاب، يعني إيه مهيئة؟ ايه يا محمد؟ محمد موجود ولا لا؟ انا ابله فتح الله. محمد فتح الله، افتح المايك بعد اذنك. يلا حبيبي، يعني ايه مهيئه يا محمد؟ لما بنقول الحديقه مهيئه لاستقبال الاطفال، او المدرسه مهيئه لاستقبال الطلاب، يعني ايه مهيئه؟ يعني مسموح لهم. يعني بص كده، لما احنا مثلا دلوقتي المدرسة في وباء وفي حاجات من دي وخلاص، والوباء الحمد لله يروح، وبعدين ترجعوا المدرسة، لازم تكون المدرسة مهيئة لاستقبالكم. يعني ايه مهيئة بقى؟ مجهزة. يعني ايه مهيئة يا محمد؟ مجهزة. مهيئة يعني مجهزة. واحنا قلنا ارجاء يعني انحاء، أرجاء أنحاء، مهيئة مجهزة. جنى الشيخ، شكرا يا محمد، اقفل حبيبي المايك. نعم يا أبلة. قولي لي يا جوجو، لما بنقول شرع الولد في الأكل، أو شرع الفنان في رسم اللوحة، أو شرع الطالب في المذاكرة، شرع المعلم في شرح الدرس، يعني إيه شرع؟ يعني بدأ. بدأ، برافو عليك يا جوجو، شطورة. شرع يعني بدأ، مرادف شرع بدأ. طيب ريماس، ريماس. نعم يا تيتشر. الله، يلا يا ماسة. الله، ممكن أسألك سؤال ثاني بس؟ مين؟ نور. نعم يا نور. أبله، وإحنا نكتب اللي انتي كاتباه بأسود ده ولا لأ؟ حبيبتي هنكتبه طبعا، دي الكلمات اللي هنحفظها. أوكي. ريماس، يلا يا ماسة. نعم تيتشر. لما بنقول حبيبتي اخذ الطفل قدمه من الكيك، ها يعني ايه قدمه؟ او قدمه يعني اطمه. اطمه دي يعني ايه؟ احنا بنقولها اطمه باللغه يعني العربية. يعني قطعه. قدمه يعني ايه؟ قطعه. قدمه يعني قطعه. طيب يوسف، شكرا يا ميسا. يوسف يوسف محمود. نعم يا ابله. قول لي يا صوفي، لما اقول حبيبي يوم النزهه هو اليوم المرتقب، او يوم السفر هو اليوم المرتقب، ده اليوم اللي انا بستناه، يعني ايه بقى مرتقب؟ مرتقب منتظر. منتظر، برافو عليك. مرتقب يعني منتظر. يلا نراجعهم مع بعض. أرجاء أنحاء، أرجاء أنحاء، مهيئة مجهزة، مهيئة مجهزة، شرع بدأ، شرع بدأ، قدمة قطعة، قدمة قطعة، مرتقب منتظر، مرتقب
منتظر. تاني أرجاء أنحاء مهيئة مجهزة شرع بدأ قدم قطعة مرتقب منتظر. طيب إحنا وإحنا بنشرح قلنا أمثلة لكل كلمة، عايزين بقى يا آدم توظف لي أي كلمة من دول في جملة، أي مرادف من دول وظفه في جملة، أي كلمة تعجبك اختار أي مرادف من اللي إحنا كتبناهم دول. أنحاء مجهزة بدأ قطعة منتظر وظفها في جملة. ها آدم حازم سامعني يا آدم؟ طلع آدم. أيتن، أيتن أيمن. نعم يا أبلة. يلا يا أيتن وظفي أي كلمة من المرادف دول في جملة، أي واحدة تعجبك. شرع ناصر الدرس. لا بصي بقى، احنا لما هنوظف هنوظف المرادف مش الكلمة. بصي مكتوب ايه، وظف مترادف كل كلمة مش الكلمة نفسها، ونبهتكم المرة اللي فاتت ركزوا كويس في المطلوب. المطلوب هنا نوظف المترادف، يعني انت قلت شرع يبقى احنا هنوظف بدأ. ها هنقول بدأ ايه؟ بدأ ناصر الدرس. بدأ ناصر الدرس. ماشي ياسين قولي في مذاكرة الدرس مثلا. قولي ياسين ثانية واحدة، ياسين ثانية واحدة. احنا اخترنا كلمة مجهزة، الحديقة مجهزة لاستقبال الأطفال. صوروا الصفحة دي. حاضر هصورها أنا. أوكي قبل هصورها. يلا حبيبي صورتها. صورها وصورها. صورتها وخلصت. انا اهو بفتح وانا صورتها. تمام الناس اللي صورتها لو سمحتوا نزلوها على جروب. لسه ما صورتهاش. انا خلاص قلت في ناس صورتها، الناس اللي صورتها تنزلها على الجروب. تيتش حضرت امبارح ولا قبل امبارح؟ طيب اعمل ايه؟ استحاله هعيد درس امبارح واول امبارح، استحاله. احنا بنراجع، فانت ذاكره والحاجه اللي هتقف معاك اسالني فيها وانا اشرحها لك، لكن درسين كاملين هنعيدهم في الحصه مش هينفع. انا دلوقتي ناديت على مين؟ على ياسين. ياسين قولي ياسين، عايزين ضد كلمه زاهيه. زاهيه لما نشوف لون حلو وواضح كده، لما تكون لابس تيشرت جديد او لابس بنطلون جديد وبنقول الالوان بتاعته الوان زاهيه باينه واضحه، عكس ما حاجه الوانها رايحه كده بنقول عليها الوان ايه؟ احمد حامد بطل تفتح المايك. الوان غير زاهيه. ما هي بقى غير زاهيه دي معناها ايه؟ اسمها ايه؟ يعني حاجه بتبدا يروح كده بنقول عليها الوان ايه؟ تالا تعرفي؟ قولي يا توتي. باهتة. برافو عليكي، يبقى ضد زاهية باهتة. ضد زاهية باهتة. يوسف فؤاد. يوسف قولي يا يوسف، عطرة لما بتشم حاجة ريحتها حلوة قوي كده عكسها لما بتشم حاجة ريحتها مش كويسة بنقول عليها ايه؟ مقززة. نتنة او كريهة، الاتنين صح، نتنة او كريهة. ماشي ماشي يا يوسف، يبقى ضد زاهية باهتة، ضد عطرة نتنة او كريهة. ممكن بعد اذنكم اللي سألتهم ينزلوا ايديهم عشان اعرف انا ما سألتش مين؟ اللي اتسأل نزل ايدك، اللي ما اتسألش بس هو اللي يرفع ايده عشان نسيب فرصة لغيرنا يتسأل. يوسف حبيبي نزل ايدك لو سمحت. نزلت. ماشي كده نزلت. اسيل. تيتشر. ثواني يا سيلة اكتبهم واسألك. ودي لي اسيل، مفرد ابنية ايه حبيبتي؟ احنا عرفنا امبارح ان المتحف كان مجموعة
من الأبنية كان 9 أبنية، مفرد أبنية إيه؟ واحد بس منهم بنقول عليه إيه؟ بني. لا، بناء. مفرد أبنية إيه يا سيلة؟ بناء. بناء، برافو عليكي، مفرد أبنية بناء. يلا نزلي إيدك يا أسيل. مايفن. نعم يا أبلة. قولي لي مايفن، مفرد هياكل إيه يا قلبي؟ هيكل. برافو عليكي شطورة، يلا نزلي إيدك. رودينا. يلا يا أبلة. مفرد مروج إيه دودو؟ ايه؟ مفرد مروج. مروج؟ الأراضي الواسعة مفردها ايه؟ مرج؟ مرج. مفرد مروج مرج، وايه هو المرج ده؟ هي الأراضي الواسعة، الأرض الواسعة. يلا يا دودو نزلي ايدي. هنا؟ هنا؟ نعم يا أبلة. يلا يا نونا، مفرد ضواحي ايه حبيبي؟ ضاحية. ضاحية، برافو عليكي. ايه هي الضاحية؟ هي المناطق السكنية اللي موجودة بجوار العاصمة، جنب البلد الكبيرة في مناطق سكنية صغيرة كده، هي دي اسمها ضواحي. محمد فتح الله، انا سألتك حبيبي رفع ايدك ليه؟ انا قلت اللي تسأل ينزل ايده، فلو سمحت نزل ايدك. يلا نراجعهم مع بعض. يبقى مفرد ابنية بناء، هياكل هيكل، مروج مرج، ضواحي ضاحية. وكاتبة لكم أنا المعنى بالقلم الأسود بخط خفيف كده علشان بس تعرفوها، مش مطالبين تحفظوها بس عشان تفهموا وأنتوا بتحفظوا. طيب عايزين نجمع. كده يا قبل ولا لأ؟ صناعة غلاف، نعم. نكتبها التي بتقول عليها كتبها بالاسود الخفيف ده، نكتبها ولا لا؟ عايزين تكتبوها علشان تبقوا عارفين المعنى، اكتبوها. مش عايزين تكتبوها وانتوا عارفين المعنى خلاص. يلا مازن. مازن. نعم. جمع زائر ايه يا مازن؟ زوار. لا، زوار. جمع زائر زوار. زوار. مازن انت اللي بتقول ما حضرتش امبارح واول؟ اه. طب اول امبارح كان درس مهم يا مازن، ولو حاجه مش فاهمها قول لي وانا اعيدها لك تاني. اللي هو كتابات صحيحه، كان درس مهم جدا. حاول تشوف الحصه مسجله مع حد واحضرها. يلا ريتال. ريتال. ايوه يا تيتشر. يلا يا توتي. جمع متحف ايه؟ متاحف. متاحف. وجمع زائر؟ زوار. زوار، برافو يا ريتال. يلا نزلي ايدك. ابو بكر. ابو بكر. ايوه. يلا حبيبي، جمع صناعة. 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 صناعات، برافو عليك. جورج حمدي. نزل ايدك يلا ابو بكر. جورج حمدي. نعم. يلا يا جورج قول لي جمع غلاف ايه؟ أغلفة. أغلفة، برافو عليك. يلا نكتبهم. جمع زائر زوار، متحف متاحف، صناعة صناعات، غلاف أغلفة. نراجع تاني. ضد زاهية باهتة. زاهية باهتة. ضد عطرة نتنة. عطرة نتنة. مفرد أبنية بناء. أبنية بناء. هياكل هيكل. هياكل هيكل. مروج مرج. مروج مرج. ضواحي ضاحية. ضواحي ضاحية. جمع زائر زوار. زائر زوار. متحف متاحف. متحف متاحف. صناعة صناعات. جمع صناعة صناعات. جمع غلاف أغلفة. غلاف أغلفة. طيب عندنا تصريفات رسمة، ممكن نستخرج ايه كلمات من رسمة نجيب تصريفات جديدة؟ هيا مروان. مروان. ايوه تيتشر. تعرف حبيبي تضيف حروف على كلمة رسمة تجيب لنا منها كلمات جديدة، تصريفات جديدة؟ اي كلام يجي في بالك كده قوله لي. يرسم.
لا يرسم فعل، احنا عايزين التصريفات تبقى اسم. رسام. ها يا حبيبي رسام، برافو عليك يوسف، فتحت المايك من غير ما تستأذن، شاطر يا مروان. مينا. ايوه يا تيتشر. مروان زود على كلمة رسمة حرف الألف أصبحت رسام، بقت كلمة جديدة. هاي تعرف أنت تضيف حرف كمان؟ رسامون. لا خلاص هو قال رسام، أنت هتضيف على كلمة رسمة حرف أو حرفين تخليها كلمة جديدة. رسمه. ما خلاص هي رسمة. طيب أنا هسهلها لك، مروان الرسام، الرسام ده بيرسم في مكان محدد صح؟ إيه هو المكان اللي بيرسم فيه الرسام؟ اسمه إيه؟ ها؟ هتزود حرف واحد يبقى هو ده اسم المكان. تعرفي يا أسيل؟ أسيل صلاح تعرفي؟ نعم يا أبلة. تعرفي تجيبي كلمة جديدة من كلمة رسمة؟ تصريف من تصريفات رسمة؟ يعني زود كلمة على كلمة رسمة؟ زودي حرف تبقى كلمة جديدة. ها نلاقي ايه جملة؟ طب استني يا أسيل، أحمد حسن تعرف يا أحمد؟ لا ارسم بتاع الأمر يا مينا. انتوا خلاص مش عارفين؟ زي الرسول. طب الشعر انا عايز. يلا يا تالا قولي لهم كده. مرسم. مرسم برافو عليكي. رسوم. رسوم زي الرسوم. ومراتم ومرسم. رسوم دي ليها معنيين، ممكن تكون رسوم متحركة، عارفين الافلام الكرتون زي توم جيري والحاجات دي؟ دي عبارة عن مجموعة من الرسوم هم بيحركوها، يبقى رسوم هنا بمعنى رسومات. وفي رسوم تانية اللي هي الفلوس اللي بتدفع، يعني مثلا بابا بيدفع رسوم مدرسية اللي هي مصاريف المدرسة، بيدفع رسوم للإقامة اللي هي مصاريف الإقامة، الرسوم دي بمعنى فلوس، أو رسوم بمعنى اللي هي الرسومات المتحركة. مراسم اللي هي مظاهر، مراسم الحج، مراسم العمرة، مراسم الاحتفال بالعيد الوطني اللي هي مظاهر الاحتفال. ومرسم اللي هو المكان اللي الفنان بيرسم فيه أو الرسام بيرسم فيه. طيب إحنا عايزين تصريفين مختلفين لكلمة رسمة في مجال، أنا قلت مجال البناء. قدم المهندس الرسم الهندسي للمشروع، المشروع ناقصة ميم، اكتبوها معلش. أو دفع المهندس الرسوم الضريبية للمبنى. أنتم عايزين تكتبوا في مجال الفن جملتين تانيين، هنغير كلمة المجال ونغير الجمل عادي، طالما عايزين جمل تانية غير دي ممكن تغير الجمل وتغير المجال، أو تغير الجمل وفي نفس المجال البناء اللي يعجبكم. أهم حاجة عندي تعرفوا التصريفات للكلمة. صورنا الصفحة دي؟ أنا هصورها. لا تيتشر صورني. طب يلا حبايبي نصورها. أنا صورتها. أنا صورني. تمام، طالما حد صورها خلاص ينزلها على الجروب والباقي ياخدها من الجروب. بصوا حبايبي قبل ما نبدأ نراجع. نعم هو انت ثانية واحدة، احنا اتفقنا كتير يا إيريني. إيريني ثانية واحدة حبيبي، احنا اتفقنا اللي يعوز حاجة بيرفع ايده وانا اقول له اتفضل صح؟ انا هسيبك النهاردة يا إيريني عشان انت اول مرة تعمليها، هرد عليكي، لكن بعد كده لازم حبيبتي نرفع ايدينا وانا لما اقول لك اتفضلي تتكلمي. يلا يا قمر. نعم عايزة ايه؟ سورة ايه يا إيريني؟ الفراشة. جميلة، الزرقاء. ايوة جميلة، عجبتني جدا، شطورة. شكرا يا تيتشر. العفو حبيبة قلبي. بصوا حبايبي اسمعوا اللي هقوله ده قبل ما نراجع معجمي. انا بعتلكم مذكرة امبارح على التيمز، خلاص المذكرة دي بتاعت الوحدة التانية اللي هي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، دي هنطبعها وخلوها معاكم على جنب لحد ما نخلص الوحدة الثانية تبدأوا تحلوها. الوحدة الأولى أنا كنت بعت المذكرة بتاعتها مع اللينك بتاع الكتاب، كنت بعت المذكرة والكتاب، فالوحدة الأولى إحنا خلصناها وإحنا حلين كل الأسئلة اللي تخص الوحدة في الكتاب، المذكرة هي الكتاب بالظبط، فأنتوا هتذاكروا الأول في الكتاب وبعدين تبدأوا تحلوا المذكرة، اللي هتقف معايا أي حاجة في المذكرة مش عارفها يقول لي عليها وأنا أحلها معايا.
احنا مش هنكتب المذكرة هي الكتاب، فمش هنكتب الكلام مرتين. خلاص الوحدة التانية هتطبعوها بس مش هتحلوها غير لما نخلص شرح الوحدة التانية، تبدأوا تحلوا المذكرة بتاعتها. تمام كده؟ مش عارفة أحمد حسن يوسف ودينا رفعي. ماشي يا روزي. نعم معلش، انا كنت عايز اسالك على، انا بعتلك واجب اللام الشمسيه واللام القمريه والرسمه بتاعه الفراشه، شفتها؟ انا رديت عليكي، لو رديت عليكي شفتها يا دودو. اوكي ماشي حبيبي. احمد حسن. نعم يا احمد. كل هي الصور اللي انت بتقول عليها نزلوها على الجروب دي مش لازم نكتبها ولا لازم؟ اللي هي مذكره الوحده الثانيه. لا، في صفح مثلا زي الصفحة اللي قلتوها اللي نصورها ونحطها اللي هي دلوقتي اللي احنا بنكتبها دلوقتي. ايوه دي لازم تكتبها في الكتاب طبعا. خلاص يلا بقى نراجع مع بعض المعاني. ادم كنت فين يا ادم؟ ادم انا هنا. طيب انا رديت عليك ما كنتش بترد عليا، قول لي يا ادم ارجاء يعني ايه؟ ها قلنا ارجاء يعني ايه؟ لما قلنا تجول الولد في ارجاء الحديقه، او تجول الطالب في ارجاء المدرسه، يعني ايه ارجاء يا ادم؟ طب مهيئة يعني ايه يا ادم؟ مش مركز انت النهارده يا ادم، صح؟ احمد حامد. احمد حامد احمد انت طول الحصة بتفتح المايك وتقفله، لما ناديت عليك مش بتفتح؟ طيب اريا، اريا يعني احمد حاد، احمد حامد، اريا، الناس دي ما بتردش. ابله طب حضرتك مش بترد عليا ليه؟ ماشي يا احمد. ارجاء يعني ايه يا احمد؟ أنحاء. أنحاء بصيت عليها صح؟ احنا متفقين مش عايزين حد يغش، قولها حتى لو غلط. عبد الله عادل. عادل جو. ها يا عبد الله قول لي مهيئة يعني ايه؟ مهيئة لما قلنا المدرسة مهيئة لاستقبال الأطفال، أو الحديقة مهيئة لاستقبال الأطفال. ها المشفى مهيئة لاستقبال المرضى. لا انتوا كده مش عاجبني على فكرة. رميساء. ايوه يا عبد. هاي روما قولي لي حبيبي مهيئة يعني ايه؟ مجهزة. مجهزة برافو عليكي. عايزة كارل. كارل ملاك. كارل شرع يعني ايه يا كارل؟ شرع؟ ما اعرفش. طيب قدمة يعني ايه قدمة؟ قدمة؟ قدمة. انت حضرت الحصة من اولها؟ ايوه. لا يا ابلة ما حضرتهاش من اولها، كنت في الحمام. اوكي كلارا. كلارا نعم يا تيتشر.
يعني ايه الشرع يا كوكي؟ يعني لما قلنا شرع الولد في رسم اللوحة، او شرع المعلم في شرح الدرس، شرع الولد في المذاكرة. يا ابا يعني في شرع. نعم شرع الله. ممكن تكتبي الإجابة بتاعت حرف الجيم وحرف الحاء علشان أنا ما صورتهاش. على فكرة أنت اتكلمت من غير ما تستأذن، صح؟ يلا يا كلورا، يعني إيه شرع؟ يعني إريني. عارفة إريني يعني إيه شرع؟ يعني بدأ. برافو، بدأ. هنا سألتك صح. جيسيكا عصام. جيسيكا عصام. جيسيكا عصام، يعني ايه قدمة يا جيسيكا؟ يعني ايه قدمة؟ قطعة. برافو عليك. جوليانا. يعني ايه حبيبي مرتقب؟ ها، لما بنقول يوم النزهة هو اليوم المرتقب. منتظر. منتظر، برافو عليك. واخترنا جملة الحديقة مجهزة لاستقبال الأطفال. تمام. عايزين ضد زاهية وضد عطرة. يا لمار لمار مدحت. نعم. هاي لمار ضد زاهية ايه؟ ها، احنا قلنا الوان زاهية عكسها الالوان لما بتبدأ تروح كده بنقول عليها الوان ايه؟ باهتة. باهتة، برافو عليكي. مروان سألتك. مريم عماد. أيوة. هاي مريم ضد عطرة ايه؟ قولي اللي انت عارفاه يا مريم وانا صححهولك. عطرة يعني حاجة ريحتها كويسة، حاجة ريحتها حلوة، عكسها حاجة ريحتها ايه؟ مريم محسن. مريم محسن ضد عطرة ايه يا مريم؟ هي صعبة قوي كده؟ مين اللي بتقول انا عارفة الإجابة؟ لا يا تسبيح، انت اتسألتي حبيبي، استني لما هم ياخدوا دورهم وبعد كده نرجع تاني من الاول. محمد محمود ما اتسألتش انت، صح؟ كنت رافع ايدك دلوقتي. ابلو. طب يلا، ضد عطرة ايه؟ نتنة. نتنة، برافو. عايزين مفرد ابنية وهياكل ومروج وضواحي. مين؟ جورج حمدي. خلاص انا، خلاص جنى الشريف، خلاص جاسيكا، مايفل، خلاص مينا شداد. ماشي. نور حسين. نعم يا تيتشر. هيا نور، مفرد أبنية ايه؟ أه
من غير ما تغشيها يا نور، فكري فيها وقولي حتى لو غلط، قولي انت عارفاها ايه. بسرعة يا نور. بن بناء، مفرد أبنية، بناء 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 بناء. ماشي يا نور. نور كمان، نور كمان. يلا يا نور، مفرد هياكل ايه؟ مفرد هياكل لما قلنا ان كان في مجموعه من الهياكل المعدنيه على شكل فراشات، واحد بس منهم نقول عليه ايه؟ ها عمر عمار، تعرف يا عمر؟ عمر يا تيتشر. نعم يا نور. ثواني يا عمر. نعم يا نور، عرفتي مفرد هياكل ايه؟ انا ريم مش عارفة. طيب خلاص يا نور اقفلي. هيا يا عمر، مفرد هياكل ايه يا عمر؟ هيكل. هيكل، برافو عليك. ريم بتفتحي المايك من غير ما تستأذني صح؟ نعم يا ريم. انا كنت دايرة اجاوب. قولي مفرد مروج ايه يا ريل؟ مرج. مرج، برافو. رودلف. ايوه تيجي. مفرد ضواحي. ضاحية، برافو عليك. بناء وهيكل ومرج وضواحي، مفردها ضاحية. عايزين جمع زائر ومتحف وصناعة وغلاف. الناس بقى اللي ما ردتش عليا، مينا شداد واريا، فين هما؟ اللي ما تسألش يرفع ايده كده. ريل سألتك نزل ايدك، ورودلف سألتك نزل ايدك. الناس اللي ما تسألتش النهارده ارفعوا ايديكم. ها اللي ما تسألش النهارده يرفع ايده. اسيل صلاح سألتك. اريا، أريا. نعم تيتشر. جمع زائر إيه يا أريا؟ جمع إيه؟ زائر. ها أنت اللي قولي، محدش يقول لك يا أريا. قولي وغلطي مش مشكلة. لما يكون عندك زائر من أصدقائك، زائر وزائر وزائر، نقول أريا عندها إيه؟ زائر. زوار. اسمها ايه يا اريا؟ زوار. زوار، يبقى جمع زائر زوار. طيب جمع متحف، قولوا معايا كلكم عشان الجرس هيضرب. متحف، متاحف، متاحف، صناعة، 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 أغلفة. تمام، أغلفة. تحفظوه زي اسمائكم بالظبط. ماشي، معجمي يتحفظ النهارده، بكره ان شاء الله هسمعه لكم. محدش يفضل ساكت ما يردش عليا لما اسال. النهارده احفظوه، مفيش واجب هتكتبوه، انتوا بس هتحفظوا. نعم يا احمد. يا ابلة، السؤال رقم حق انا اصلا لسه ما صورتوش. يلا صور. مثلا انا لما اروح على الجروب ما بلاقيش حد. خلاص انا فتحت الصفحه، صور. هي مش باينه، الصفحه مش مفتوحه، ليه اتقفلت تاني؟ طيب ثواني كده. ايه ظهرت؟ ايوه مكتوبه. طيب يلا صورها بسرعه.